اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم الشعبي محمد، مكلف بالجاليه المقيمه بايطاليا والاخص في كره القدم والمنقب بالنسبه للرياضه الشباب المغربي اللي كيلعبوا هنايا في بلد ايطاليا. الموضوع هو موضوع بغينا المغاربه كاملين، لان احنا كنموتوا على بلادنا وعلى ملكنا وعلى وطننا، وحنا ديما الحمد لله بغينا المغرب يبقاو ديما هزنوا الفوق ان شاء الله، وديما رايت المغرب طالعه وبغاو ولا كرهوا هاد الناس هاد العديان هادو. بغيت نطرح واحد المساله اللي هو واحد الموضوع، هو مش مساله، موضوع اللي الحمد لله بغينا احنا المغاربه راهم واعيين وتبارك الله عليهم على هاد الناس المرتزقه اللي جاوا بغاو يخلقوا لنا البلبله والفتنه ما بين الجامعه والسيد رئيس الجامعه اللي هو السيد فوزي القجع. الله يجازيكم بخير الاخوان، وحنا كنعرفوا الناس اللي كتعرف كره القدم والناس اللي مدوزت الكره وكتعرف هذا الشيء، والشعب المغربي راه ذكي الحمد لله. ما نخليوش هاد الناس يلعبوا علينا، وما نخليوش هاد الناس يوصلوا لك الشيء اللي بغاو، حيت حنا ديما الله الوطن الملك ورايه البلاد ديالنا مهزوزه عبر العالم، هذا هو اللي تيخليهم تيغيروا منا. لا يخفى على احد الخدمات اللي قام بها السيد فوزي القجع من اللي شد الرئاسه، والناس اللي كانوا قبل منه كرؤساء اللي كانوا في اللي لعب اللي كنا ملي كنا كنلعبوا حنا كانوا في الجامعه، قاموا بالواجب يا في السبعينات يا في الستينات. ملي جا السي فوزي القجع الحمد لله شد الرئاسه، كره القدم مع تعاون مع الناس اللي معاه تعاون، وصلنا وصلت الكره المغربيه وصلت لواحد المستوى اللي هو عالي. وحنا ما نهربوش من الواقع ونكونوا نعرفوا الحقيقه بين الخدمات اللي دار السي فوزي القجع الكره الوطنيه للمغرب والمغاربه خارج المغرب من اقطار العالم في الحقيقه، وتشهد بالخدمات اللي قدم، والدليل على ذلك احنا وصلنا للقسم، وصلنا نصف النهائي في كاس العالم الحمد لله، راه ماشي ساهل. والمغرب بالاجتهاد ديال المدرب والاجتهاد ديال اللاعبين والناس المسؤولين والسي فوزي القجع وعلى الرئاسه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وصلنا ودرنا واحد النتيجه اللي هي عاليه. وهاد النتيجه اللي درنا حنا عاليه الحمد لله، الناس بغات تخلق لنا الفتنه ما بين الجامعه وما بين فوزي القجع. فوزي القجع رئيس كان الرؤساء اللي دازوا دار شي حوايج اللي غاديين بهم في المستوى العالي. نعطيكم مثال على رؤوس الاصابع، فريق الوداد البيضاوي فاز بالشامبيونز ليغ، فريق الرجاء البيضاوي دا الكاف، نهضة بركان لا ميم شوز، الكرة النسوية لا ميم شوز، الفوتسال لا ميم شوز، يعني راه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكيسهر على هاد الشيء هذا، يعني هاد الشيء دارو. وأهم من هاد الشيء كله الملاعب، الملاعب اللي ولا الحمد لله ولا عندنا الملاعب في المغرب اللي مستوى عالي، وهذا راه المغرب اخوان الله يجازيكم بخير. هاد السيد هذا ما نحاولوش نخليو هاد الناس هاد المرتزقه اللي بغاو يخلقوا لنا المشاكل باش تنوض لنا المشاكل، هذا راه حسد وغيره بالنسبه للناس اللي ما تيحملوش الحب الوطن ديالنا، اللي ما تيبغوش الوطن ديالنا. حنا ديما بغاو ولا كرهوا الله الوطن الملك ورايه المغرب مهزوزة عبر العالم، عبر العالم. حنا وصلنا للنيفو ديال كرة القدم وفي جميع الرياضات وصلنا الحمد لله القمة، غيروا منا، كونوا على يقين الإخوان. والحمد لله الله يجزيكم بخير الإخوان، راكم المغاربة راه الحمد لله راه حنا أذكياء، ما نخليوش هاد الناس يلعبوا علينا، وشكرا، وديما الله الوطن الملك، وأمسية سعيدة.